هل يشترط في المحرم الذي يسافر مع المرأة أن يكون بالغا؟ سؤالي هو أن والدي لم يسافر يوما معنا، ولا أدري متى يرزقني الله بزوج صالح، فهل يمكنني السفر مع أخي الأصغر البالغ من العمر 13 عاما وأعده كمحرم لي، حيث أنه المحرم الوحيد الذكر لدي في هذه الأيام غير أبي؟ الجواب: أولا، الواجب على المسلم الامتثال لأوامر الله ولا يلتفت لأقوال الناس. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويشكر لك عزمك على طاعة الله تعالى وامتثال أوامره. نسأل الله تعالى أن يزيدك هدى وثبات وتقوى. يشترط في المحرم الذي تسافر معه المرأة أن يكون بالغا، وذلك لأن المقصود في المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها، ولا يحصل ذلك بمن هو دون البلوغ. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرما للمرأة إذا أرادت السفر؟ فأجاب أن أدنى سن يكون به الرجل محرما للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال 15 سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة. ومتى وجدت واحدة من العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة.